الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سلام الله عليكم متابعينا الكرام. النهاردة معانا في فيديو جديد لإنترنت مجاني على خط فودافون. زي ما انتم شايفين ما عنديش أي إنترنت إطلاقا على فودافون، وديني بفتح يوتيوب زي ما حضراتكم برضو شايفين ما فيش أي إنترنت عندي خالص خالص مالص. طبعا ده هوست جديد يا شباب على البرنامج الاتش تي، بيشتغل إنترنت على فودافون. نيجي أول حاجة شباب، شوف أهو البرنامج أهو، اتصل بيه. بعد ما اتصلت بالبرنامج اجي افتح يوتيوب. شفتوا ازاي فتح معايا اليوتيوب وازاي السرعه بتاعه الانترنت اهم عندي من الكونفج نفسه، وازاي قدرنا نفتح انترنت على خط بالبرنامج الاتش اي. وقت مثلا بننزل حاجه شوف سرعه التنزيل، انا منزلك الفيديو عشان تشوف السرعه بس في عمليه التنزيل، السرعه في الانترنت ازاي اشتغل على البرنامج. وعلى فكره اقدر اشغلك على الحاقن على الكاستم، الكلام ده كله شغال برضو. هنزل لك الكونفج على قناه التليجرام عشان اليوتيوب حاظر موضوع التنزيلات، يعني حاظر ان انا احط لينك الانترنت المجاني، حاظر اصلا الوصف بتاع الانترنت المجاني. لذلك ما بقيناش ننزل اي فيديوهات على الانترنت المجاني غير في الجروب مثلا عندنا على الفيسبوك، وكمان بمحدوديه، وفي التليجرام اللي هو اللينك بتاع القناه التليجرام في الديسكريبشن اسفل الفيديو. بس عايز اقول حاجه مهمه جدا جدا جدا، ما تفكرش لما تيجي تنزل الكونفج وتشغله على خط فودافون ان انت تفك الكونفج وتطلع البايلوت وتعمل هوست باسمك والكلام ده، لان الكلام ده يا شباب يعني انتوا الخسرانين في الاخر، والثغره هتتقفل والبايلوت الهوست هيتعرف وهيقوم مقفول على طول. يعني انتوا الخسرانين، مش انا اللي خسران، انا عندي اعمل باك اب 100 جنيه احسن ما افضل اعمل لك هوست واعمل لك بايلوت والكلام ده. فالرجاء ثم الرجاء ثم الرجاء، بلاش حد يفك الكونفج، بلاش حد يفك الكونفج ويستنصح ويطلع البايلوت ويقوم عامل هوست ويقوم منزل الكونفج باسمي، ادي الهوست ده انا اللي عامله. يا عم كتر خيرك، انت خد اهو الملف من غير اي وصف حطه وقول انت اللي عامله، بس ما تفكش كونفجات عشان غيرك هيفك وانت هتفك والهوست هيتقفل على طول. بص يعني حرام لما يكون مثلا قاعدين شغال بس، يعني بصوا السرعه بتاعته سريع، لان البرنامج اللي انا بنزله 1 جيجا، فعشان كده تلاقي 35 36 يوتيوب طلقه، كل حاجه شغاله زي الفل بدون طبعا اي حاجه، بدون ما تستخدم مش عارف 14 قرش 15 قرش ولا اي حاجه. شباب الموضوع سهل وبسيط جدا جدا جدا، وهسيب لك لينك الكونفج في الديسكريبشن اسفل الفيديو على القناه التليجرام او على صفحه عالم الاندرويد والاختراق. زي ما انتم شايفين البرنامج طبعا كلكم عارفينه، واشتغلنا هو الانترنت. بس كده شباب، ما تنساش في نهاية الفيديو تقدر تعبي بلايك للفيديو، لو مش مشترك في القناة اشترك في القناة، فعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد بننزله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.